ولمزيد من الحديث والنقاش عن التغلغل الإيراني في العراق معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. سيد نظير، مرحبا بك. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. تعيين عبد المهدي لعدة شخصيات ميليشياوية بأماكن حساسة مثل ما حصل مع أبي جهاد الهاشمي مديرا لمكتبه، ألا يفند هذا الحديث عن كبح جماح الميليشيات الموجودة بالعراق؟ يعني نحن سابقا قلنا أن يعني قرارات عادل عبد المهدي بضم الحشد إلى مؤسسات الدولة الأمنية في حقيقة أمره هو كان ضم الدولة والحكومة إلى الحشد، يعني العملية معكوسة، وهذا ما يعني صرح ببعض قادة الحشد بشكل صريح عندما دعوا إلى حل الجيش العراقي واتهامه بأن الجيش مجرد مرتزقة وغيرها من التهم، بما يعني يعلي مرتبة الحشد الشعبي فوق الجيش الحكومي وفوق مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن نتحول بشكل تدريجي إلى أن يكون منظومة مشابهة لما هو معمول في إيران من سيطرة الحرس الثوري في إيران على كل مؤسسات الدولة. يريدون أن يكون هناك الحشد الشعبي يسيطر على كل مؤسسات الدولة العراقية. عادل عبد المهدي يعني أعطى قرارات لم يعطيها من قبله رؤساء الوزراء الذين قبله، يعني كان عادل عبد المهدي أكثرهم تطرفا في ولائه للحشد ودعمه للحشد للتمكن من الدولة العراقية. نعم، أنت أجبت عن السؤال التالي في الحقيقة الذي كان حول إلباس هذه الميليشيات رداء المؤسسات الرسمية في العراق بقولك أن هذه الحكومة أصبحت جزء من الميليشيات وليس العكس، لكن السؤال التالي هو لماذا يفعل عبد المهدي ذلك؟ الحقيقة يعني الأمر واضح ومفهوم، ويعني الأدلة من كلام قادة الميليشيات نفسها وقادة الأحزاب، يعني رئيس مؤسسة هيئة ما يسمى بهيئة الحشد الشعبي قال في يعني قبل فترة أن هذه الحكومة نحن من شكلناها ونحن قادرين على حلها، بدليل معنى أن هذه الحكومة هي أسيرة ومرتهنة لقرارات قادة هذه الميليشيات والأحزاب. بالتالي عادل عبد المهدي هو أسير لما يريده الحشد وأسير لما يريده النظام الإيراني، هذا هو السبب وبكل وضوح. يعني كيف ينعكس ذلك على الحكومة وعلى أدائها سيطرة هذه الميليشيات على مراكز القرار؟ الآن نحن نرى يعني من عمر هذه الحكومة التي لم يتجاوز سنة هناك خطوات سريعة يعني فقد يعني هيبة الدولة والحكومة ومحاولة صهرها بالحشد، إذا لم نقل محاولة صهرها بالنظام الإيراني. أنت ترى الآن يعني زيارات وزير الداخلية إلى طهران والذي استقبله نائب وزير الداخلية الإيراني، لم يستقبله الوزير الداخلية بنفسه، واتفقوا على فتح الحدود وإلغاء التأشيرة ومعاملة الزائرين الإيرانيين بأفضل معاملة. كذلك أخي الكريم الآن محاولات خطيرة الآن تحدث، يعني هذه الزيارات والرحلات التي تنظم لشباب من أهل الموصل رحلات مجانية لزيارة إيران، وأنت تعرف أخي الكريم هذه الزيارات صحيح هي مجانية ولكن لها أهداف خطيرة، هناك تحويل لعقائد هؤلاء الشباب، هناك يعني إدراج لهؤلاء الشباب في منظومة المخدرات ومنظومة الـ يعني يدخلون في برنامج الإيراني، وبالتالي يحاولون نشر هذه العقائد، نشر هذا الولاء في تلك المناطق. أمام كل هذه المعطيات سيد نظير، كيف تتوقع أن يتعامل الأمريكان مع الحكومة، مع حكومة عراقية يتغلغل فيها الموالون لإيران بهذه الطريقة؟ الشيء الذي يعني نلاحظ فيه الغرابة بأن الولايات المتحدة تعلن عدائها ومناصبتها العداء للنظام الإيراني، ولكن لحد الآن لم نرى شيء على الأرض، مما يلقي ظلال الشك بأن كأن هناك اتفاق مسبق ما بين النظام الإيراني والولايات المتحدة على تقاسمهم للنفوذ في العراق،
والا يعني خذ على سبيل المثال حادثه الباخره الايرانيه التي كانت محتجزه في جبل طارق، الطائره التي من غير طياره التي اسقطت من قبل ايران، وكثير من الحوادث التي تحدث يعني في العراق وخارج العراق تدلل على ان العداء الامريكي والايراني يعني ربما هو على المستوى الاعلامي فقط، لم نرى له على واقع الارض شيء حقيقي. يعني التهديدات التي يلقيها قاده الميليشيات للتواجد الامريكي في العراق لم نرى شيء حقيقي يعني باتجاه تلك القوات، وبالعكس الامريكان لم يفعلوا شيء حقيقي باتجاه قاده الميليشيات او باتجاه الميليشيات نفسها. لذلك يعني الموقف الامريكي موقف يعني انتهازي، موقف لا يمكن ان يعول عليه في يعني تحديد وتحجيم النفوذ الايراني في العراق. نعم، شكرا لك الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول السيد نظير الكندوري.